هذه الدورة الثانية، وكيف تتشوفوا الحمد لله عندها إقبال كبير، جاوا الناس بزاف اللي شاركوا معنا البارح نهار السبت واليوم نهار الأحد. وطونجيران هي سلسلة من دو سيتيران اللي تنظموا في جميع المدن المملكة، دونك درنا الدار البيضاء، رباط، مراكش، طنجة، وهذه الدورة الثانية كيف قلت لكم. والهدف ديما نفس الهدف اللي هو نشجعوا الناس يعتنوا بالصحة ديالهم من خلال ممارسة الرياضة، والمدينة اللي تمشيو ليها تنموبيليزيو معنا الرياضيين المدينة اللي فيهم جمعية العدائين، مجموعة الرياضية والمدربين، كل واحد فيهم تنظم أنشطة معنا اللي تتكون متسلسلة غير تنافسية ومفتوحة للجميع، جميع القدرات والسن. والحمد لله كل شيء داز مزيان وحنا فرحانين، وتنشكروا الولايه ديال طنجه اللي شجعتنا، وتنشكروا المداعمين ديالنا الاعلاميين والشركات اللي ساهموا معنا وعاونونا باش صيبنا هذا الشيء بالمجان للجميع. كنتواجدوا في الساحه ديال مالي بونيو الدوره الثانيه ديال طنجيران، انفيتاسيون اللي كنسمع عند يونس العراقي المدير ديال الدوره. الهدف من التواجد ديالنا هنا هي واحد الحصه ديال كيك بوكسين مفتوحه للعموم، كلشي شارك فيها. والحاجه اللي فرحتني بزاف في الدوره الثانيه كان واحد الاقبال وواحد التجاوب من الساكنه طنجه ومغاربه عامه، وحنايا الهدف ديالنا من هاد التظاهرات بحال هادي اللي كيعيطوا لنا ناس وما كنترددوش هو نشجعوا الناس على الرياضه ويتهلاو في الصحه، ونوصلوا لهم ميساج باللي الرياضه راه هي الصحه، والرياضه هي لقاح جميع الامراض. حتى دابا مؤخرا في العصر ديالنا الحديث كنشوفوا الانسان زعما الانسان باقي صغير وكيمرض شي امراض اللي صعيبه، وكتبر السبب الاولاني والرئيسي هي قلص الحركه، هي الرياضه ما كاينش. وكما كيعرف الجامع دابا مؤخرا رجعت التغذيه كامله برودوي شيميك، لهذا الرساله ديالنا حنايا من هذا المنبر هو الانسان يتريض ويتهلا في الصحه ويتقرب الله سبحانه وتعالى ويتهلا في الوالدين ديالو. احنا اليوم فرحانين بزاف جينا كمشاركه ديالنا في هذا ماراثون خصوصا في مدينه طنجه، فهذا المشاركه كانت الاولويه لهاد الاطفال. حيت علاش؟ لانهم عطيناهم واحد الفرصه اللي غتحفزهم وتشجعهم في المشاركه، وكنتمنى الله دائما ان يبقاو المشاركه في هذا الدوري ودوريات اخرى ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم. صراحه فرحان بزاف جيت شاركت مع الناس الماراثون، صراحه كان اجواء جميل جدا وعجبني الحل وهادشي اللي كاين. شكرا. كانت منافسه مزيونه وروح رياضيه وداكشي، والحمد لله جيت الرتبه الاولى. فرحت بزاف حيت مشيت تشاركت مع بابا الماراثون وجريت الرياضه كتفيد الجسم، وكنمشي للمدرسه كندرس الرياضه ملي كتكون عندي، وكنمشي نجري شويه وكنلعب كره. فرحت بزاف حيت شاركت مع بابا نجري، درت الحركه شويه ورجعت وارتحت واحد شويه وصافي، عييت واحد شويه ولكن عجبني الحال. كنصحهم يستافدوا شويه ويديروا الرياضه شويه لان مفيده للصحه، حيت الرياضه ضروريه.